أخبار اليوم. وفي رمضان يحلى الكلام عن الرياضة والصحة كمان. النهاردة وفقرة خاصة هنشوف كابتن مينا سمير هيقول لنا إيه فقرتنا الصحة والرشاقة في رمضان. يلا بينا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي، العضلات الكبيره والصغيره. في ناس تقول لك انا العب البطن قد ايه، العب الدراع قد ايه، العب الظهر امتى، الرجل، العضلات بتاعه الجسم مختلفه، في لازم ومجاميعها هتبقى قد ايه. الموضوع ده ناس كتير اختلفت فيه. في عضلات صغيره زي عضلات الدراع، باي، تراي، ريست، الباي، بايسبس، ترايسبس، ريست، عضلات صغيره زي البطن، السمانه. العضلات دي انا بلعبها من مرتين لثلاثة اخري في الاسبوع، يعني الراحة بتاعتها من يومين لثلاثة في الاسبوع. فانا ما اقدرش ممكن اخدها سبت وثلاث وجمعة مثلا وبعد كده الجمعة ده هروح ثلاث ايام تاني بعديه مش هرجع سبت. العضلات الكبيرة دي مفروض بتاخد راحة من اربع لخمس ايام، يعني لو لعبت مثلا عضلة الرجل، العضلات الكبيرة زي الرجل، الكتف، الظهر، الصدر، انا بلعب العضلات دي باخدها ممكن المفروض اروح لها خمس ايام على الاقل، ممكن اتلعب مرة واحدة في الاسبوع. يعني الباي والتراي انا هلعبها مرتين، الصدر او الظهر او الرجل او الكتف العبه مره واحده، عشان العضلات دي بتحتاج وقت اطول في الريكفري او الاكل بتاعها او ان عايزه مجهود عضلي فغذاء اكتر لبقيه الاسبوع وبتحمل اوزان اكتر. فهي من غير الباي والتراي مش هقدر احمل عليها اوزان زي العضلات الكبيره. في ناس في العضلات الصغيره بتحمل اوزان اكتر، لا، العضلات الصغيره انسجتها او تحملها تستحمل اكتر الاداء. يعني في ناس تقول لك العب البطن باوزان ولا من غير اوزان، اوزان دي ليها مرحله تانية خالص، بس الاحسن ان هي بتستحمل عدد. الباي او التراي بتستحمل تمارين صغيره، يعني من 3 ل 4 تمارين بس، كل تمرين 3 4 مجموعات. عضله زي الصدر بتستحمل لسبع تمارين او حاجه اسمها 21، يعني او الظهر، يعني 21 يعني يا 3 مجاميع في 7 تمارين يا 4 مجاميع في 5 تمارين. انا كده وصلت للمعدل بتاعي لو ضربت دي او دي ل 20 او 21 مجموعه، اللي هو التحمل العضلي بتاعي. ولو حسبتها بالدقيقه هيوصل معايا وقت التمرين من نص ساعه لساعه لتلت، ده الطبيعي، لان انا لو زدت في التمرين عن ساعه او ساعه ونص من 60 ل 90 دقيقه في هرمون بيتفرز، عكس الهرمون اصلا البناء للعضلات زي التستوستيرون والجي اتش، بيبقى عكس الهرمونات دي اللي هو اسمه الكورتيزول، بيقضي على التستوستيرون ويخزن الدهون ويقضي على العضلات. فالناس بتقعد تتمرن ساعتين وثلاثه، ده غلط مش صح ويهدم اللي انت عملته. في ناس بتتمرن تلت ساعه، يعني مده التمرين بتاعته لو حسبناها هنلاقي ده التمرين المظبوط للعضله بتاعته. الكارديو بالاسترتشات بالبطن بتاعته هياخد التمرين ساعه وربع، ساعه ونص بالكتير، عمره ما هيزيد عن كده. اكتر من كده هو بيحرق وضر نفسه اكتر ما نفع نفسه. يعني المفروض التمرين تبقى وقت معين بتاعها بين كل مجموعه مجموعه قد ايه. لو انا بعتمد على الاجهزه وان ما فيش وزن تقيل بتبقى 30 ثانيه، لو انا او الاجهزه، لو انا بعتمد على التمارين الحره بلاقي نفسي باخد من دقيقه لدقيقتين بالراحه كل مجموعه مجموعه. يا رب تكونوا استفدتوا. دي بتكلم عن التمرين بشكل عام، وتابعوني في حلقات تانية. وبكده تبقى انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا. انتظرونا ولقاء جديد مع فقره الصحه والرياضه في رمضان. انتظرونا.